يصير بالحشد، يصير بالاستخبارات، يصير بالأمن، يصير بالاتحادية، غصبا على الشارع يحترم القانون. أما أنه أنا أجي أفوت على اسمع اسمعني أخي، أما أجي أنا هاي اللهجة اللي الآن دائرة تستخدم، يجي وطلب فتح الباب وطب، شنو أنت أنا بالحشد؟ شنو أنت بالحشد؟ أنت جندي في مؤسسة بالدولة، شنو تفوت لك على عوائل؟ عندك قانون، عندك تبليغ، اسمع أخي، عندك تبليغ جندي، أنت موظف بالدولة، شنو أنت ماخذ اسم الحشد تستفز به الناس؟ أنت رحت شلت غراضك، بديت اشتغلت بنقرة السلمان، أخذت عويلك مرتك وفروخك وقعدت هناك، زرعت؟ زرعت. زين، من 2018 أزرع. إيش قد الطاق مساحة بابا؟ الشهر الواحد السنة هاي المضيت إجتنا قوة من الحشيد، قالوا عندنا كتاب من رئاسة الوزراء نهر القرية هي وأراضيها. بنقرة السلمان يابا، احنا عندنا عقود ويا وزارة الزراعة وعقود منافر لمدة 20 سنة أحمد. وإحنا نعم إجوك الحشد يا بنقرة السلمان؟ إيه. زين أنتوا شم بيت بالقرية؟ القرية 100 بيت. انتوا كلكم على نفس القانون 59 اعطوكم؟ كل على قانون 59 اللي هسه حاليا 72 عقد ساري المفعول في القريه. زين اجوكم الحشد، اي كمل لي السالفه. اجونا الحشد، سدوا الباب مال لا والله ما سدوا الباب، كسروا الباب مال القريه. اها كسر بالقوه. اي طلعوا حتى الحراس اللي من وزارة الزراعة طلعوهم بالقوة، يعني حارس بذمته مليارات ملايين غراض وأموال وهاي قالوا أطلع، حتى سلاحه يمكن خذاه وما أخذه. جيناهم قالوا والله أنتم مو مسؤوليتنا. جيناهم قلنا والله قلناهم قالوا أنتم مو مسؤوليتنا، أنتم على وزارة الزراعة ما لنا علاقة بكم. أنت شنو مسؤوليتك؟ سألتوا تيار موديك؟ انت يعني مودي قال احنا عندنا كتاب من رئاسه الوزراء استاذ بديم، اكو كتاب صدر من مكتب وزير الزراعه تاريخه 16/1/24 ومكتوب عليه عاجل جدا. اي شو يقول؟ يقول اعلن القسم الهندسي التابع لاداره التخطيط والمتابعه بموجب مذكرتهم كذا عن وصول دوريه تابعه للحشد الشعبي مؤلفتين من عجلتين بتاريخ 15/1 إلى الموقع القرية العصرية وتبليغ الحراس بأنهم بانتظار وصول الفوز بغرض الدخول إلى الموقع والسيطرة عليه، وفي اليوم التالي قدمت قوة مدعومة بالأسلحة الخفيفة مؤلفة من 5 عجلات إضافية تابعة لنفس الجهة قامت بكسر الباب الخلفي للقرية وإبلاغ الحراس بالمغادرة خلال 48 ساعة والمستفيدين من القرية خلال 24 ساعة، علما أن القرية تحتوي على موجودات بذمة الوزارة وبأعداد، يعني هذا كتاب عاجل الى مكتب رئيس الوزراء وعاجل 16/1 لليوم ما جاي يرد. زين 16/1 اولا ايه؟ اولا انتم موجودين على هذه الارض بموجب قانون وقرار من وزاره الزراعه ولذلك يا سيد فالح الفياض هسه انتم الله يعينكم على صراعاتكم الجديده ندري بيها، وانت ولو ما تستجيب اسمع اخي ما تستجيبون هاي القوة اللي راحت النقرة السلمان رضت الوادم أخذت جهالها وراحت تستثمر في نقرة السلمان ولما تزرع ولما تسكن بالضيم يجي واحد مخربط يكسر الباب على العوائل ويقول لا أنا عندي أمر، والله إذا عندك أمر غصبا علي أو على العوائل أن تنفذ، أما أن تدخل تكسر الباب والله يجب أن تكسر راسك وينداس على راسك بالقانون وبموجب القانون ينداس على راسك وين ما تشتغل. بطلوها هاي قصة انه انا بالحشد، واذا بالحشد سوي لك انا جندي بالحشد انت وجندي بالاتحادية، زين انا اذا بالاتحادية يهيني وابو الحشد يهيني وابو الاستخبارات يهيني ويا تحكي ويا انا يم الرئيس انا برئاسة الوزراء انا بالامن الوطني انا شنو عمي احترموا انفسكم واحترموا الناس، والله العظيم تسحلكم الناس بالشوارع. وهاي اللهجة اللي الآن إلى كل مواطن عراقي واحد يستخدم اسم الدولة أو عنوان ها لغرض استفزاز الناس والله لا تسمحوا لهم. شنو أنت وذا بالحشد؟ ومن انطاك السلطة بالحشد؟ ومن قال لك الحشد يقبل أنه أنت جايب لك 5 سيارات وفايت على أبوب العالم؟ إذا عندك أمر دز على كبيرهم
تدز على احد تقول له هذا الكتاب، تفضلوا اخوان لكم 48 ساعه تغادرون، تعامل حضاري وانا موظف بالدوله. اما دائما هاي موجوده استخدام اسم الحشد بتخويف الناس، هذا حشد المرجعيه، هذا الحشد اللي قاتل انطينا دماء، يبقى باكر واحد لاحكه من تالي يجي يكسر البيوت على العوائل، ولك ما استحيت على نفسك جبان، ما خجلت على نفسك؟ شرف العالم هذا، شرف العالم يا سيد فالح الفياض، يا المكتب الاعلامي، يا اخوان بالامن الحشد، ما تعرفون الان عرفتوا. فهاي العوائل اللي راحت نقرة السلمان اللي الان الناس بدها تعمرها، طابين عليها ناس ما تستحي تدخل عليها بهذا الشكل، انه ارجو التحقيق وارجو ان تبلغونا ماذا تفعلون.